مايكروفون معاك واحنا سامعين. محمد الجندي، وبرحب بيك طبعا في البدايه، وكل توفيق طبعا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في الثلاث فروع كالعاده، تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. النهارده كان متواجد، متابعه مستمره للانشاءات، لحمامات السباحه، الجيم، ملاعب كره القدم. النهارده كمان كان على هامش الزياره او على هامش الجوله للكابتن محمود الخطيب افتتاح النهارده في المكتبه الطفل المبدع طبعا، او شيء يمكن مميز جدا بالنسبه للاطفال. شفنا النهارده كابتن محمود الخطيب، العميد حسن مسعود، العميد محمد مرجان، النهارده كلهم كانوا متواجدين طبعا مع اعضاء النادي الاهلي لافتتاح صالون الطفل المبدع في المكتبه الخاصه به النادي الاهلي مدينه نصر. انشطه مميزه وكثيره جدا هنا في النادي الاهلي مدينه نصر بيتابعها مجلس الاداره، وزي ما بنقول كل كلمه وكل شيء مذكور في برنامج عائله النادي الاهلي بينفذ بالحرف هنا في مقر النادي الاهلي مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد. النهارده الكابتن محمود الخطيب تواجد في البدايه كالعادة طبعا، كل الأعضاء والحب الكبير والصور التذكارية اللي كان بيلتقطها كل خطوتين طبعا كنا بنمشي، بيبقى فيه أعضاء من النادي الأهلي، بعض الأطفال، بعض الشباب بيحاولوا طبعا إن هو يلتقطوا الصور التذكارية. مفيش يمكن كل الناس بتشيد بالأداء، بتشيد بالمجهود الكبير هنا من إدارة النادي، الأمور كلها بتصب في مصلحة أعضاء النادي الأهلي. تفقد زي ما قلت لك طبعا يمكن المنطقة اللي متواجد فيها المبنى الاجتماعي، بعض الكراسي طبعا يمكن فيها تطوير كبير جدا، الأعداد، البرجولات الجديدة هنا في النادي الأهلي، في أعمال تطوير بيتم الشغل صباحا بيتم مساء. سور النادي الاهلي النهارده كابتن محمود الخطيب يمكن خرج في الشارع طبعا في البوابه الخلفيه للنادي الاهلي مدينه نصر لمتابعه الاسوار الانشاءات، كان متواجد معاه طبعا العميد حسن مسعود. والحقيقه يمكن في استفسار تام، ايه وصلنا لايه، المرحله وصلت لايه، خلاص يمكن سور النادي الاهلي في المراحل النهائيه، فاضل خلاص حاجات بسيطه جدا وهنشوف حاجه رائعه جدا وتحفه انشائيه رائعه جدا اكيد طبعا بعد ما تعلن او بعد ما تظهر هيبقى ليها تاثير ومردود كبير جدا على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لان هيكون مش كمان في الباب الخلفي فقط، لا الباب الامامي، الباب الخلفي، كل ابواب النادي الاهلي هيكون عليها بعض المناظر او بعض طبعا البراندات اللي هتكون متواجده على هذه الاسوار. مجهود رائع جدا. من بعدها توجه الى حمام السباحه مباشره تدريبات، حاول ان هو يسمع الاولاد اي شكواهم، بيشتكوا من ايه، اعضاء الجمعيه العموميه بيشتكوا من ايه. النهارده تابع التدريبات بشكل مميز جدا ومستمر، كانت جوله مرهقه جدا، لكن كعاده الكابتن محمود الخطيب كله في حب النادي الاهلي وكله طبعا لسعاده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. من بعد حمام السباحه توجه الى الاكاديميه، ملاعب الاكاديميه، كان في لقاء مع الكابتن فتحي مبروك كمان مدير قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، استفسر طبعا منه بشكل سريع على اهميه الملاعب، جودتها عباره عن ايه، اللي مطلوب كمان لملاعب النادي الاهلي، الملعب طبعا اللي بيستقبل هنا المباريات بصفه مستمره، كان ليه تركيز كبير جدا مع الكابتن محمود الخطيب، قال الملعب ده لابد ان هو يكون ملعب مميز جدا خلال الايام القادمه. الحقيقه يمكن هنا سواء لما بنقول على الملاعب، العمال هنا بصراحه في اهلي مدينه نصر بيقوموا بعمل مجهود كبير جدا، لان انت عارف زميلي محمد يوميا بيكون في تدريبات المراحل الناشئين كلها، مراحل الناشئين او الاكاديميه كلها تدريبات يوميه، فطبعا بيكون في استهلاك كبير للملعب، لكن عمال الصيانه بصراحه هنا بيقوموا بشكل مميز جدا ورائع جدا. واكيد طبعا الكابتن محمود الخطيب اتكلم معاهم وقال لهم انا عارف ان انتم مجهودكم يمكن باين، لكن عايزين اكتر من كده كمان بالنسبه للملاعب الخاصه بقطاع الناشئين، لان انت عارف اما بيبقى في بقى اي امور فيها الملاعب او الملاعب بتبقى مش كويسه بتعرض طبعا بعض الناشئين الى الاصابات، وده اللي اكيد طبعا بنتمناه الفتره اللي جايه تكون ملاعب النادي الاهلي على الطراز العالمي كما هو المعتاد. اختتم الكابتن محمود الخطيب جولته بافتتاح صالون الطفل المبدع هنا في المكتبه الخاصه بها النادي الاهلي، وزي ما بقول لك سعاده الاعضاء، سعاده الاولاد، سعاده الاطفال، دي حاجه احنا لمسناها هنا وتابعناها بشكل كبير جدا. الناس الحقيقه طبعا زي ما احنا شايفين بنقول كل الناس اللي متواجده هنا بتقول بصراحه برنامج عائله النادي الاهلي بينفذ بالحرف، حاجه رائعه جدا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، وده اللي احنا بنقول عليه. خلال الايام القادمه هيكون في جولات مستمره في النادي الاهلي مدينه نصر، في النادي الاهلي الجزيره، النادي الاهلي الشيخ زايد، ده اللي احنا اكيد لامسينه من مجلس اداره النادي الاهلي. كل يوم بيكون في تطوير، كل يوم بيكون في استمرار للمتابعات، استمرار للانشاءات، وده اللي بنأمله اكيد يا زميلي محمد الجندي، ان احنا خلال الفتره القادمه نشوف الثلاث فروع بالنسبه للنادي الاهلي، ثلاث فروع على اعلى مستوى كما يعني هو مطلوب. كريم مهم نعرف دلوقتي كريم محمد. مجلس الاداره سعيد بسير العمل محدد لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي، والجانب تحديدا الخاص بالعمليات الإنشائية في كافة الأفرع، الأمور ماشية كويس بشكل مقنع ومرضي لمجلس الإدارة ولأعضاء النادي في المقر المختلفة، جدول العمل والجدول الزمني المحدد والبرنامج المحدد وقته للانتهاء من هذه الأعمال، الأمور دي ماشية بشكل مستقر ومطمئن.
بالفعل بنأكد على كلامك زميلي محمد، في رضا طبعا مجلس الإدارة، لكن مجلس الإدارة عايز يكون كمان أسرع من الجدول الزمني الموضوع، عايز يكون كل الأمور تكون مهيئة لأعضاء الجمعية العمومية في أسرع وقت. أكيد طبعا في طلبات زي ما أنت عارف من أعضاء الجمعية العمومية لكل الأمور الخاصة بها النادي، سواء حمام السباحة زي ما قلنا، صالة الجيم، ملاعب كرة القدم، لكن خطوة بخطوة أعضاء النادي الأهلي شايفة الكلام ده على أرض الواقع هنا في نادي مدينة نصر. وزي ما بقول لك كان في لينا بعض اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية، سألتهم بتطلبوا إيه من مجلس الإدارة، بتشوفوا التطوير إزاي، لامسين إيه على أرض الواقع. الحقيقة طبعا يمكن أكيد هتشوفوا طبعا من خلال اللقاءات، الحقيقة يمكن الناس بتشيد بأداء مجلس الإدارة، بتقول في اهتمام، بتشوف الكابتن الخطيب يمكن على فترات يومية، مش عايزين نقول يوميا، بنقول على فترات متقطعة بيكون متواجد في الثلاث فروع. لكن لو بخص مدينة نصر، الكابتن محمود الخطيب عامل اهتمام كبير جدا طبعا لنادي مدينة نصر نظرا للمساحة الكبيرة، وفي بعض التطوير هنا بعد ما يخلص هتبقى حاجات رائعة جدا هيشيد بيها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. لكن بقول لك الخطة الإنشائية المواعيد ماشية بشكل مستمر ومطمئن جدا، وزي ما بنقول بنطمن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي خلال الأسابيع القادمة، خلال الشهور القادمة هنشوف حاجات رائعة جدا بالفعل تليق باسم عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. أشكرك شكرا جزيلا لك وعلى المعلومات اللي تابعتها وأمدتنا بيها زميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من أهلي مدينة نصر، شكرا جزيلا لك. أعود سريعا إلى ضيفي الكابتن حمادة مرزوق.